الاستغفار، ومعناها دياهي طلب المغفرة من الله إلهي سبحانه وتعالى. دونك إنو ويديستو قفي خلد وحي كدعي إنو كعفيو إنو كعقابل إلهي سبحانه وتعالى إنو أسطره وأنو كفضي حدين. فقال ربنا سبحانه واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إلهي دافتاني يا أسطرتان ويديستا إلهي سبحانه وتعالى ومدى دومه سين بدن ضعفة أسطر أنفد حدين ومد كسفيس الرحمة بلارن وخلق جيس سوغاده. وقال ربنا سبحانه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إلهي استغفار ويديستا ونتوبت كينا وحل سويدين كرا مكالهاري كران استغفارت هي توبدو. آية القرآن كالتاسا كموقتا وقف كان أفكا كلا استغفر الله أما اللهم اغفر لي حدو قلبي كقو أنصدو دنبي يدا دافتان كودي أستريتان كود إلهي ويدي سنيو إنو كقو وكهرو واستغفار هي توبدو لسعطة. حدو أفكا كلا يهي إلهي ويأسترو يداف لكن قوان كقلبي سو يهي دنبي ينو سيوضو وانو فراها كلبي حين أدوان كاسي ما توبت كينين استغفارتي سنمت كدب ماها بإرادة نهر العلم. أيها المسلمون عباد الله إلهي كتاب كيسا وحاكو حسن فايدوين فربدا واستغفارتو أدوان كايو لا ضاح الدنيا دا انتو تشوقي آخر مركا إلهي اللي هو القيبة فايدوين كاسي وحاكم إذا تكفير الذنوب قفك إلهي سبحانه وتعالى دمي داف ويديسته يدو أرنتاسي كدبا ورنتية وقوان قلبكي سوقاتيا إلهي سبحانه وتعالى دنبيدي بكدافيا وانا أسطريا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وفك حمان سمايا نفتي سد الميوم يلحن مريا انت دبدت إلهي سبحانه وتعالى وطوبت كينا واستغفار دلبا إلهي سبحانه وتعالى وأودن بدافيا ربي وامن دافدي يعفد بدن ونمي ذي رحمة دي سب الله رنطاي. وقال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. نبي محمد ومركي نفتو ذا الظلميان حمانا السميان انت ابن اولاد هدي كويم الله هاين وإلهي عافس يدافد ويديسن لهاين رسول كنا إلهي سبحانه وتعالى دمي دافو ويدين لها إلهي وهو دمي دافي لها ويوم التوبه أقبل بدن الدومي سرون حريص بدن وحول قتادة رحمه الله تعالى إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. بني آدم قرآن كوحي دين تلمام يوين تصيا عذر رضا إذن كرعا يوحى إسلامك الدوكا. أما دواؤكم فذنوبكم أما داؤكم فذنوبكم عذر كإذن كرعا أوين ودن بيدين وأما دواؤكم فالاستغفار وحد دواء إذن كاهنا وإن ذي الله سبحانه وتعالى دافتان ويديستان. فإذا ذا لبدا استغفارتو إلا ذهي وحيصابتها يا دونك الرحمة إلهي إنو هلو ولبا الدنيا آخرة بوكو هلو الدون رحمة إلهي هلين نعمة الدنيا مد آخرة منك ومغنى إلهي بادن بيجي هرو دافي ويار معنى هيدو انت صوصعتنا إلهي بوافتنا يو إلالنا إلهي وحك الشيقي نبي جيسي صالح إنو كود قوم كيسي لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. مياد استغفار لاتمادان أرنت النوع عاسي وحي السبب ونقول الله هيد إنو إلهي سبحانه وتعالى إذن حريسته قفك إلهي الرحمة دي سدونا يا أفر بديو استغفارته. فإذا ذا صدحات الاستغفار السبب لدخول الجنة إن هذا استغفار تفر بدي سوحي صابو تهي شن ذا قليتان كذين تكبوليسته
نارتنا أتكبت بها دوانا قوشي وسرهيسي. قال الله سبحانه وتعالى إلهي وحيري صغوا صفين يا دومها آخر قوليستي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كوة شندك قوليسنا يا وكوة مركب حمان سميان نفتود الظلميان إلهي حصوصنا يا. وفي حالة غفل غفلة يوكتر الدنب قمصي وضعنا إلهي مركب حصوصتان سبحانه وتعالى دم داف بويدي سنيا وحانا يقين سين إلهي مويانا عدك للدنب قينا على دافن دنب قي حمانتي مصي وضيان وكمسي تشريان يقوه وحنين الدنب يحمان يهي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم كواب المرين تودوائن إلهي ودنب ضعف وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أبا المرين تودوات شنوين إلى القلال فوق يدك يالي يقيدها إلهي وكبيري وبيالي هسق القليان أم فتحين وليبا شندا سي أي كواريان وحي هو ناكسنا أي هلين وقف عمل فللواب المرية استغفرت وحي صابتها إلهي عذاب كيسة إلا قبت باده يوم القيامة نبي محمد عليه الصلاة والسلام دمر كايوخد بديه فقال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار دمروا صدق الله بحا إن بضلنا استغفارتك الدلالة فإني رأيتكن أكثر أهل النار وأي وحان إذن أركي إن أهل النار كوبدنتين بارك الله بدا ريموت بنارتين إن كبت بعدينيا صدقت الله بحدان يا استغفارتو أطبد السعر مسلم باكو ولي صحيح فإذا الشناد استغفارتو أي لها هاي وحين أقنع الدم بيدو إنا السببان إلهي عقاب كيسو أدون كينو كردعو إنتا الدوية دو تشوغا إنتا ناخيرا بالقاري عذاب كإلهي الدوية دو مها قار كودكو على إله إيالك قبت بعد استغفارته وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إلهي عذاب ما أيو إيقو مركي خلدمان الدنب يقف أي سميان استغفار الإيمانائي عذابك إلهي الدنيا النعيسة كل الدوان أيالك قبت بهذا هي مصائب تيدي باتوينك إلهي سبحانه وتعالى الدونك وكقابة المرينة هي حمانة هي قففك والسمائي هي استغفارت لك قبت بهذا فإذا ذا اللي حاذا استغفارت وإلهذا هاي قلبك أياك حصلا إلهينا سبحانه وتعالى وحصاب وقلقا الدونك حالة ذا هذا وكتكتشيرو إنه كبح وفرت أهله ورور كان إلهي سبحانه وتعالى أدومها وكقفيدة استغفارت وحس إلهي يدعى اسكترته وأستغفر الله أما اللهم اغفر لي مركة تراضه إلهي سبحانه وتعالى وحسد ودي ساد كمر خاتك عدى ديق سينمي ساد كمر خاتك عدى إلهي سبحانه وتعالى الرحمة ديسة يعفز كيس يدعى فتان كيس آيات قرته أود درد هذه الباهدة إلهي وقبته أياد موجسة مركادين عهد لك يقوى حس إلهي الحسطي إلهي نوحد على بذكر الله تطمئن القلوب حسك إلهي بي قلبي ذو كحصلان ويكون دوابان دي قد يورورك يوالبهارك أيك قبحان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحيرين وحادع شرتي إن مركا قاركود مسألة يوصو بعضه أما أرن أما حالة إقوات كاته فأستغفر الله ألف مرة إلهي سبحانه وتعالى بقول شير با كن شير أيان أستغفر الله ورن شير الله أما الله مغفر لي أو أكثر أما كبا ذنبا أما كير مركا قاركود تريق وانو يعلى متصن وانا كان يرين هين كان بدين هين مجرين وباب فرن ويا باب الاستغفار حتى ينشرح صدري وينحل اشكال ما اشكال الا لابتيد واي بلارته او دي قدي
iyo culayska isaara uu iga suulo waxa laaliya wixii mushkiladii haysatayna meesha ay ka baxdo waxaan saasameen jiray bulayaano guriga jooga anoo suuqa maraya anoo masaajidka jooga istighfaartu ma laha waqti gaara oo isaga mooyaane waqti kale aan lala iman karin mana laha meel gaara oo ilaa la taga mooyaane istighfaar aan lala iman karin meelaha qofku intuu marayo ilaahay subxaanahu watacaala inuu istikfaar ula yimaado oo waqtiyadoo dhan uu ka faa'iidaysto ayaa la gudboon ilaahay baynu subxaanahu watacaala weydiisanaynaa an yajcalanaa min almustakfiriina fi jamiici alawqaat وأن يغفر لنا ذنوبنا وما جنته أيدينا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون عباد الله فإذا تضبعت استغفرت أي لا دهي الاستغفار سبب للقوة الحسية والمعنوية استغفرت وحي صابته هاي الدون كإلهي سبحانه وتعالى إنه أود سيو أود سيو أمرارك قاركوت من لفهم كره لكن الله طابا كريم سيدا إنه إلهي عقلي سو بركة إيو وكرد قف قراد بضن وتلفي عن إن إلهي سبحانه وتعالى قوة علمية وسيو أود أقونات أو كدق قف فهم بدن أما حفظ بدن ولهذا قف كعلم جبر الشديد سواء قات كات حفظ جيس أما بس فهم كيس وحلق قد بارين فربضيو الاستغفار سيدا يا إمد ويا لشيرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أي حسين يا دون كاس أول لا تعبان كره ويضا لقيا بينو يهاي كدت كأو ويتسن وقونا تفين نير أيو إلهي أود قليني وشركي سو بركيني استغفار تاتصال وإلهي با كتابك سينوغ الشاقي وحي إلهي نوغ الشاقي نبي الله هود قوم كيسي سيصغو لطليني ينو كيري استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إلهي دم بداف إيو عفس إيو أستريد ويديست توبتنا كينا ودم بيدا كهارا يرسل السماء عليكم إدرارا وحوشا استغفارت وحي كفا إيديا ربي يبضان واحتر لبو إلهي السماء إذن كاني ويزيدكم قوة إلى قوتكم أود إني هوري أي إلهي أود كلا إذن كبيرين دونا إذن كورين دونا وإذن كدر دونا حدا دري ميسو تاك در معنوية وحق عقلي حق أقونت حق قراتك أكثر من الاستغفار دو 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 تاس حدا دريم يسو يدو لغايا بيناد حوق بدن تاي وأود جديد إلهي وكو قليو لحدد وكو دم استراي ومرقية دادو أي تاقن يهين حدا نوح تركاق ويريا هاي أكثر من الاستغفار إلهي با سبحانه وتعالى تلك كو بركين دونا فإذا سدادان استغفار تو أي لا داي الاستغفار يجلب الخيرات والبركات استغفرت وحي أدومها وسو تشيدا وحاصلسا وهي كهلان خيرات كالدينات يكوها الدوية وحول بإلهي با سبحانه وتعالى وبركية حتى يبضل أن يكوها يسو أكثر من الاستغفار استغفار تفربدي حتى فقري كعبان يسو استغفار تفربدي أباري حتى يشرت استغفار تفربدي بيرتاد وحتى يهقاقي ويدي وينقاق يسو وحكستو أدكشو بتبع استغفار تفربدي الحسن البصري رحمه الله وتابعي كم إذا رقي صحابة سو قاري نمباوي يمي أبارك عبناية استغفار لكالي بكوري استغفار تفربدي نمباوي يمي أبالله أنك عبناية استغفار هلقاه لبوري دود واتاسي نمباوي يمي فقر كعبناية استغفار لكالي بكوري نين باوي مكعبان يبيرتي سويرين قاقسو استغفار تبادي بويري وحالا يري حاچوين كود يباهيون ويكلا دوين لما انتودنا جواب اسكم ميدا بات سيسي انو قو ما اوران بويري الهي باهيري الهي بات المامي وحاسو دان
إن استغفارت دووتها وها أخري يقول كإلهي ويري صغى النبي نوح كشيغي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وحن الاستغفار لي مادة دم داف إلهي ويديس دي عافس إلهي وامد أسترد بضن أو دافد بضن يرسل السماء عليكم إدرارا استغفار تفايده ما هين دم بقي لدين دافو قرى فايدو ينا الدنيا إلا يضحي وحكم إذا إلهي سبحانه وتعالى إن السماء الرب بضن إذين ككيرو ووحتر له بركيسا ويمددكم بأموال وبنين إلهي سبحانه وتعالى وحيدين كده قدونا حوله استغفرت الويلية إلهي وحيدين كده قدونا إنمه ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بيرو إلهي استغفرت سببت إذين كيالية نولكو إلهي دردر يوم يالدين كتشحية عالم كوينو فسهادو دم بيقى صابوة أبارت صائبت لباتوينك بارك الله أنت استغفارتنا دم بيقى ماشا كصارصة بارك أيهور كعيسى أي خيرات